وافتتحت الدورة الأولى للمجلس الوطني 13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني فعالياتها اليوم السبت في بكين، ما يعني أن الانطلاق الرسمي للموسم السياسي السنوي الصيني المعروف باسم الدورتين قد بدأت، حيث سيقدم أكثر من 2000 عضو مقترحاتهم حول الاقتصاد والسياسة والتنمية الاجتماعية في المجلس الوطني للنواب الشعب الصيني على هيئة تشريعية في الصين. خلال الجلسة الافتتاحية قدم رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يو جونغ شونغ تقريرا عن انجازات اعمال المجلس في العام الماضي. قال فيه ان مصلحة الشعب ورفاهيته يجب ان يكون محور عمل المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، كما اكد على اهمية الالتزام بسياسات الانفتاح وإبقاء علاقات طيبة مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لخدمة الوضع الدبلوماسي العام لتطبيق التبادلات رفيعة المستوى لدفع بناء المشروع الحزام والطريق وغيرها من الأحداث. عملنا على دفع الاتصالات الدبلوماسية الإنسانية وعملنا على تعزيز الاتصالات والروابط مع للمستودع الأدمغة والمنظمات السياسية للبلدان المختلفة، وعملنا على إحسان حكاية قصص الصينية لقيام بإعلام المنجزات التي نحن قد حققناها خلال عملية التطور. قال يو إن المستشارين قدموا 29,000 مقترح في العام الماضي، تم تسجيل 24,000 وتم التعامل مع أكثر من 99% منها، وعلى مدى الأسبوعين المقبلين سيواصلون التعبير عن أفكارهم وتقديم مقترحاتهم. ويرى الكثيرون أن حدث الدورتين السنويتين هذا العام فرصة لتعميق السياسات من أجل التكيف بشكل أفضل مع حقبة جديدة. تنطلق اليوم أعمال دورة الجديدة للمجلس الوطني 13 للمؤتمر الاستشاري السياسي لشعب الصيني، حيث يناقش الأعضاء القضايا الساخنة التي تحظى باهتمام المجتمع، ويعدون إلى التزاماتهم عبر تقديم المقترحات البناءة ونقل صوت الشعب ومطالبه لدفع تقدم البلاد في كافة النواحي. وعموي سي جي تي إن العربية بكين.